السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، معكم في حل امتحان 2024، امتحان النهائي دور أول بالتفسير السريع للإجابات. أول سؤال بيقول لي: أي أزواج الكاتيونات التالية يمكن فصلها من محللها؟ وهنا مفتاح حل السؤال عشان في اختلاف على السؤال ده، واللي باستخدام كلوريد الصوديوم. يبقى هنا كده انا عندي الكلور هو اللي هيفصل الاتنين دولا، كل واحد من محلوله، يعني هما الاتنين مش مخلوطين. فطبعا الكلور بيرسب الرصاص، رصاص ثنائي، وبيرسب الزئبق الاحادي، وبالتالي هيبقى عندنا دلوقتي الاختيار بتاعنا ده. في ناس اختارت الاختيار الاخير، وطبعا ده غلط. الحجة بتاعتهم ان هو هيرسب الرصاص ومش هيرسب النحاس، وطبعا الكلام ده هو لما كان يقول لي ايه، هما مخلوطين الاتنين في نفس المخلوط، يبقى الاجابه بتاعتنا تبقى الاجابه بقى. السؤال التاني بيقول لي: حمضين، الحمض اكس يمكن استخدامه في الكشف عن انيون الحمض واي، يبقى اكس اكثر ثبات، واي اقل ثبات. فبيقول لي: فإن الأنيونات، بيسأل عن الأنيونات بتاعت الإكس والواي، الإكس اللي هو الأكثر ثبات والواي اللي هو الأقل ثبات. أنيون الحمض إكس هيبقى كلورايد، وأنيون الحمض واي هيبقى نيتريت، لأن الـ HCl أكثر ثبات من الـ HNO2 اللي هو حمض النيتروز. السؤال رقم 3 بيقول لي: في التفاعل ده، بيقول لي يمكن زيادة كمية غاز الهيدروجين الناتج من التفاعل السابق في وحدة الزمن، يعني عاوز يزود معدل التفاعل عن طريق طبعا وضع العناء في خليط مبرد، درجة الحرارة لما بتنخفض معدل التفاعل هيقل، إضافة القليل من الماء، طبعا مفيش مياه في وسط التفاعل فمش هيأثر، زيادة حجم الإناء وبالتالي تقليل الضغط، فطبعا ده مش هيأثر لأن التفاعل بتاعنا هنا تفاعل تام. فهيبقى هنا زيادة عدد مولات الـ HCl في وحدة الحجوم، وطبعا عدد المولات في وحدة الحجوم بنشيله كله بنكتب تركيز، فيبقى الإجابة بتاعتي الأخيرة. أيا من العوامل التالية هيخلي التفاعل بتاعنا تزداد سرعته في الاتجاه الطردي، أنا عاوز أمشي التفاعل في الاتجاه الطردي، أول حاجة لازم أفسر ديت دلتا اتش أقل من الصفر، طالما أقل من الصفر تبقى قيمة سالبة، وبالتالي هيبقى التفاعل بتاعنا طارد، والطارد تبريد طردي، يبقى احنا عاوزين حاجة فيها انخفاض درجة الحرارة. يبقى انت لو بصيت تحت كده هتلاقي ديت مش نافعة عشان هو مزود الحرارة. وتاني حاجة بقى، العامل اللي هيأثر لما ابص على الضغط هلاقي هنا عدد المولات واحد، وعدد المولات هنا ثلاثة، المجموع أربعة، والمجموع هو اتنين، فلو زودنا الضغط التفاعل هيصير في الاتجاه الطردي، يبقى زيادة الضغط مش زيادة الحجم، لأن زيادة الضغط عكس زيادة الحجم. طبعا العامل الحفاز ما بيأثرش في الاتزان، وبالتالي هنستبعد جيم ده. السؤال رقم 5 بيقول لي: 4 مركبات عضوية لها الصيغ التالية. بيقول لي: أي الاختيارات التالية غير صحيحة حسب نظام الأيوباك؟ أنت لو بصيت هنا على الأسامي هتختار له الاختيار ده على طول، لأن كلمة أيزو ما بتبقاش في الأيوباك، والباقي هيكون صحيح. السؤال اللي بعده بيقول لي: في الاتزان التالي، الاتزان اللي قدامي ده، اي الاختيارات التالية يعبر عن المركبين اللي يمكن اضافتهم عشان تقل ذوبانية البي بي بي ار 2؟ انا عاوز امشي التفاعل في الاتجاه العكسي، يبقى عاوزين ايونات مشتركة في الملحين وبالتالي او في المحلولين. فاحنا لو بصينا على الاختيار الف اللي احنا مختارينه ده، هتلاقي هنا كده ايون الرصاص الثنائي موجود، فده ايون مشترك هيخلي التفاعل يصير في الاتجاه العكسي، وايون البروميد هو الموجود فهيخلي التفاعل يصير في الاتجاه العكسي. لو بصيت على باقي وجيه مودال هتلاقي هنا الرصاص ماشي، ولكن مفيش حاجه مشتركه هنا، هنا مفيش حاجه مشتركه، والبروم موجود هنا، هتلاقي في الاخير مفيش حاجه في مشتركه غير الرصاص دون، وهنا مفيش حاجه، فيبقى الاختيار بتاعنا زي ما قلنا الاختيار الف. سؤال رقم 9 بيقول: الجدول التالي بيوضح أو بيعبر عن الصيغ الجزيئية لثلاث مركبات عضوية X وY وZ. طيب تعالى هنا حضرتك، طبعا هنا ده بداية السؤال رقم 9، سيبك منه، هندخل على السؤال رقم 7، آخر حاجة حلينا هنا 6، يبقى السؤال رقم 7، يبقى ديت بداية 9 سيبك منها، خليك في 7.
هنا بيقول لي هنعمل تقطير جاف. زي ما انت عارف ان التقطير الجاف يخلصنا من المجموعة دي وبيستبدلها بمين؟ ب اتش. يبقى احنا كده هنحط اتش هنا، فيبقى الناتج اكس بتاعنا عبارة عن ايه؟ سي اتش 2 في النص، وفي سي اتش 3، وكمان سي اتش 3. وبالتالي طالما سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 يبقى ده بروبان، يبقى ديت الاجابه خطا، فانت مالكش دعوه بيه. الاجابه بتاعتنا الصحيحه هتبقى ايه؟ بروبان. ممكن حضرتك كمان تعرف ان التقطير الجاف بيقلل عدد ذرات الكربون بمقدار واحد، واحنا عندنا هنا كده 2 كربون، واحده 3 وواحده 5، يبقى انت عندك كده 2 كربون، واحده 3 وواحده 4، يبقى انت عندك كده 4 ذرات كربون التقطير الجاف هيقللهم بمقدار واحد، يبقى راح ليه 3 ذرات، وهيبقى ده البروبان وده الاختيار الوحيد اللي في 3 ذرات كربون. سؤال رقم 8 بيقول لي من المركبات العضويه التاليه اللي قدامي دي. لو حضرتك بصيت للسي 6 اتش 14 ده هيبقى هكسان عادي، سي 3 اتش 6 ده هيبقى بيحتملين يا بروبان عادي بروبين او بروبان حلقي، وسي 7 اتش 8 ده هيبقى بطلوي. فبيقول لي هنا ايه الاختيارات التاليه صح؟ اكس القين، اكس القين، هقول له لا اكس مش القين، يبقى خلاص كده. بيقول لي هنا اكس اروماتي، هقول له ماشي اكس اروماتي، ويستخدم كمذيب عضوي، لا البنزين هو اللي بيستخدم كمذيب عضوي. بيقول لي هنا كده الاكس يعتبر الكان، الاكس الكان، الاكس مش الكان، وبالتالي انت كده هتختار له الاختيار ده. اكس اروماتي يستخدم في صناعه المتفجرات لانه ماده اوليه لتحضير التي ان تي، والواي الكين اللي هو البروبين، تمام، مستخدم في صناعة السجاد عشان بنعمل منه البولوبروبين، والزد الكان مستخدم في تحضير البنزين بإعادة التشكيل المحفز. سؤال رقم 9 يقول الجدول ده فيه 3 مركبات عضوية اكس وواي وزد، فبيقول لي هنا ايه الاختيارات التالية صحيحة. لو انت بصيت على اكس بيقول لي سي 2 اتش 6 او2 ده الكان، او2 ده هيبقى الاستيلين جلايكول، يبقى سي اتش 2 او اتش سي اتش 2 او اتش، وسي 3 اتش 8 او 3 ده الجليسرول وده كحول ثلاثي الهيدروكسيد، وزد ده بيبقى الايثانول. فبقول له واي كحول، ماشي هما كلهم كحولات عادي، يبقى كلمة كحول ديت مفيش فيها مشكلة، وهنستبعد الاثنين الاخر عشان هما كلهم كحولات. استخدم في تعقيم الفم والاسنان، هقول له لا اكس هو اللي بيستخدم فيه، اللي بيستخدم في تعقيم الفم والاسنان هيبقى كحول الاسيلي او الايثانول، هيبقى زد مش واي، وبالتالي ديت غلط. اكس بقى اللي هو الاسيلين جلايكول يستخدم في مبردات السيارات في المناطق البارده لمنع تجمد الماء، فديت الاختيار الصحيح. سؤال رقم 10 ثلاث كحولات اكس وواي وزد لهم الصيغ التاليه، فطبعا هنا حضرتك محتاج تفك الصيغ بتاعتك، فيبقى سي 2 اتش 5 ديت هيبقى عند السي عليها او اتش اهيت، وبعد كده عندك 2 سي اتش 3، ده سي اتش 3 وده كده سي اتش 3، فالكحول بتاعنا ده كحول ثالثي. هتفك التانية فيبقى سي 2 اتش 5، تمام، بعد كده يبقى عندك السي اتش شايل او اتش، وبعد كده عندك سي اتش 3 فيبقى ده كحول ثانوي، دي ده الكربونول الثانوي. هنا هيبقى عندي سي اتش 3، وبعد كده موجود عندك سي اتش، وفي سي اتش 3، وبعد كده موجود سي اتش 2 او اتش، ده كحول اول. كده انا صنفت الكحولات، فبقول ايه الاختيارات التاليه صحيح. بقول لي اكس يتاكسد، انا قايل لك ان الاكس اللي هو الاولاني ده كحول ثالثي فما بيتاكسدش، واي يذوب في الماء، كل الكحولات دي بتذوب في الميه عشان بتكون رغوه هيدروجينيه. طب واي انا قلت كحول ايه؟ ثانوي. طالما كحول ثانوي هيتاكسد يعطي كيتون مش هيعطي حمض كربوكسيل. بيقول لي بقى اكس درجه غليانه اكبر من واي. اكس درجه غليانه اكبر من واي لان زي ما انت شايف ان الكتله الموليه بتاعته اكبر من الكتله الموليه لواي، ولا يتاكسد لانه ثالثي، فيبقى الاختيار ده هو الاختيار الصحيح. بيقول لي زد يذوب في الماء، انا قلت كلهم بيذوبوا في الميه وبتأكسد إلى كيتون، لا بتأكسد لمين؟ لحمض. نروح بعد كده للسؤال رقم 11 بيقول لي المركب إكس أليفاتي وصيغته CnH2n زائد 2O2، وبالتالي ده هيبقى حمض CH2n CN
H2N زائد 2 O2 ده هيبقى كحول ثنائي الهيدروكسيد الكان O2، والمركب واي اروماتي وصيغته CN HN O2، فده هو انا هيبقى ك تي كول ثنائي الهيدروكسيد. واللي وضع مع كل منهما في أنبوبة اختبار أضيف هيدروكسيد الصوديوم للمركب إكس، يبقى المركب إكس ده نضيف له NaOH. طبعا أنت عارف إن الكحولات ما بتتفاعلش مع NaOH، وأضيف حمض الهيدروكلوريك إلى المركب واي، وأنت عارف إن الفينولات بما فيها الكاتيكول والبيروجال والواي الفينول ما بيتفاعلوش مع الـ HCl، يبقى مش هيحصل تفاعل في الحالتين، فيبقى الإجابة بتاعتك سؤال رقم 13 رقم 12 معلش. بقول لي ثلاث مركبات A و B و C مرتبة حسب درجة الغليان، وجايب لي السي أعلى درجة غليان والـ A أقل درجة غليان. طيب بقول لي أي الاختيارات التالية صحيح بالنسبة لهذه المركبات؟ بقول لي B حمض إيثان ويك، لو أنت كتبت حمض الإيثان ويك هيبقى CH3COOH، والجليسرول بيبقى عبارة عن C3H8O3، ديت الصيغة الجزيئية بتاعته. زي ما انت عارف ان الجليسرول بيكون فيه ثلاث مجموعات هيدروكسيل، وكل ما زاد عدد مجموعات الهيدروكسيل زادت الروابط الهيدروجينية، وبالتالي زادت درجة الغليان بتاعته، يبقى الجليسرول اكبر لان عدد الروابط الهيدروجينية اللي بيكونها اكتر، بالاضافة كمان ان الكتلة المولية بتاعته هتبقى اكبر، يبقى الاختيار الف والاختيار الصحيح. السؤال رقم 13 بيقول لي عنصر انتقالي من السلسلة الانتقالية الأولى يحتوي في حالة التأكسد الأقل طاقة 5 إلكترونات مفردة، فكلمة أقل طاقة يعني أكثر استقرار، فأنا كده قدامي احتمالين، إن المنجنيز بيبقى موجب 2 عنده الدي فيها 5، والحديد موجب 3 الدي برضه فيها كام؟ 5، فيبقى هنا أكثر استقرار، العنصرين دول قدامي مفردة. فإن العنصر بيتكلم على مين؟ على العنصر استخدم كعامل حفاز. مين العنصر اللي بيستخدم كعامل حفاز؟ أنا عندي الحديد كعامل حفاز بيستخدم في تحضير النشادر بطريقة هابر بوش، وده الاختيار الصحيح. طب واحد يقول لي المنجنيز، هقول لك لا، مش المنجنيز هو اللي بيستخدم كعامل حفاز، ده بيستخدم MnO2 وده مركب من مركباته مش عنصر، يبقى ده التفسير بتاعنا. طبعا هدرجة الزيوت ده بيتكلم على النيكل، وده مش معانا. صناعة حمض الكبريتيك، وده بيكون 5 أكسيد البناديوم، وده مركب وبرضه مش هيبقى معانا في الاختيار. السؤال رقم 14 بيقول لي أي الاختيارات التالية صحيح بالنسبة للعناصر الانتقالية التالية، جايب لي 4 عناصر نيكل كروم تيتانيوم سكن. بيقول لي الكروم أعلاها في درجة الانصهار وأقلها في الكثافة، لو انت رجعت القيم اللي موجودة في الجدول في المفاهيم هتلاقيها غلط. السكنديوم أعلاها كتلة ذرية، لا مش أعلاها كتلة ذرية، اللي أعلاها كتلة ذرية النيكل. التيتانيوم بيكون أقلها كثافة وأقلها درجة غليان، لا هيبقى عندي النيكل هو أعلى في الكثافة وأعلى في الكتلة الذرية، فيبقى الاختيار ده هو الاختيار الصحيح. السؤال رقم 15 بيقول يتم تحويل عنصر صلب، يتم تحويل عنصر صلب، عنصر صلب إلى غاز مختزل لخام الحديد. طبعا مين الغاز اللي بيختزل خام الحديد؟ بيبقى أول أكسيد الكربون. طيب مين العنصر الصلب؟ هيبقى الكربون، وطبعا بتحول على مرحلتين، بتحول لـ CO2 وبعد كده بتحول لـ CO، والكلام ده بيكون في الفرن العادي. السؤال اللي بعده بيقول لي أي العمليات التالية بيسهل حدوثها، فأنت عاوز عملية أكسدة سهلة وعملية اختزال سهلة، وده بيكون بالتحول من أقل استقرار لأكثر استقرار، والكلام ده لو انت جيت تراجع 5 أكسيد الفانيديوم أكثر استقرار، يبقى اللي انت بادئ بيه أكثر استقرار فده هيصعب، هنا المنجنيز موجب 7 فبيبقى أكثر استقرار فهيصعب، التيتانيوم هنا أقل استقرار هيتحول إلى تيتانيوم أكثر استقرار من موجب 2 لموجب 4، وبالتالي ده هيبقى الاختيار الصحيح. سؤال رقم 17 بيقول لي أي العمليات التالية يستخدم للتخلص من الكبريت، طبعا التخلص من الكبريت تخلص من الشوائب. طبعا زي ما انت عارف ان عمليتي التكسير والتلبيد لا يستخدمان في التخلص من الشوائب، فهنا تلبيد هنستبعد، هنا تلبيد هنستبعد، هنا تحميص نستبعد، فنختار له الفصل المغناطيسي اللي هو تبع التركيز، وهنا هنتعامل مع الكبريت ونفصله
على هيئة شوائب صلبة، وأما في حالة التحميص بنحوله إلى غاز ثاني أكسيد الكبريت المتخلص منه، فيبقى الاختيار بتاعنا بقى. سؤال رقم 18 بيقول لي عند إضافة محلول إكس إلى محلول يحتوي على الأنيون واي تكون راسب أسود، ورجعنا ضفنا إكس تاني إلى محلول يحتوي على الأنيون زد فتكون راسب أبيض أسود بالتسخين. الراسب الأبيض اللي بيتكون أو بيسود بالتسخين بيبقى الـ Ag2SO3، وهو راسب واحد في المنهج بتاعنا، وبالتالي الإكس ده هو هيبقى فيه Ag، والكاشف بتاعنا هيبقى AgNO3. فأنت كده هتدور على الإكس وتستبعد ديت وتستبعد دي. طيب مين بقى الراسب الأسود اللي بيطلع مباشرة؟ هيبقى الـ Ag2S، وبالتالي هنا الاختيار بتاعنا هيبقى الاختيار ج. الإكس AgNO3 والواي هيبقى S سالب 2 والزد هيبقى SO3 سالب 2، عشان هنا يتكون Ag2S وهنا يتكون Ag2SO3. نروح بعد كده للسؤال رقم 19. السؤال رقم 19 بيقول لك ايه؟ الكاشف الذي يمكن استخدامه في التمييز بين الـ HBr والـ HCl. طبعا الكاشف هيبقى حمض كبريتيك المركز، لأنه بيأكسد ده لأبخرة البروم البرتقالية اللي بتصفر ورقة النشا، وما بيأكسدش الـ HCl، فيبقى الاختيار بتاعنا ايه. سؤال رقم 20 بيقول لي أي الأملاح التالية يعطي غازا واحدا عند إضافة حمض الكبريتيك المركز الساخن؟ في حالة أنيون النترات بيتحول عندي إلى حمض نيتريك، وحمض النيتريك أثناء الانحلال بتاعنا والانحلال بتاعه بيعطي NO2 O2، فدول غازين غازين مش غاز واحد. هنا بيعطي لنا HCl، هنا بيعطي لنا الـ HBr اللي بعد كده بيحصل له عملية أكسدة جزئية وبيعطي Br2SO2. هنا بيعطي لنا الـ HI اللي بتأكسد أكسدة جزئية وبيعطي لنا الـ I2 والـ SO2. فحضرتك لو جيت تبص هنا خليط غازات، هنا خليط غازات، هنا خليط غازات، هنا غاز واحد، فيبقى الاختيار بتاعنا بقى. السؤال رقم 21 بيقول لي هنا عند إمرار تيار كهربي في محلول بيحتوي على كلوريدات الـ X2 والـ Y2. أنا عاوزك بس تبص على المعادلة الأولانية، هتلاقي إن الأولانية ديت حصل فيها عملية اختزال، فتبقى دي الـ E reduction، فده الاختزال بتاعها، جهد اختزالها. التانية هتبقى أكسدة لأن الإلكترونات هتعدي كده، فأنا أقوم كاتب كده الـ E reduction هتساوي موجب 4 من 10. الأكبر جهد اختزال هو اللي هيختزل وهو اللي هيترسب، فده هيبقى أكبر جهد اختزال. وبالتالي هنا المفروض بيقول عند إمرار تيار كهربي في محلول يحتوي على الكلوريدات ديت بتركيزات متساوية من أقطاب من الجرافيت عشان ما نشاركش في التفاعل، هتزيد كتلة الكاثود بسبب ترسب الفلز واي. طب ليه الفلز واي هو اللي هيترسب يا مستر؟ هقول لك عشان هو أكبر في جهد الاختزال. كنا بنقول دايما الأكبر جهد اختزال بيختزل وباقي الإجابات هتبقى خطأ. طبعا لو أنت جيت تتأكد تزداد كتلة الأنود بسبب ترسب، طبعا مفيش فلزات بتترسب على الأنود، يتصاعد غاز الكلور عند الكاثود، لا عند الكاثود بتروح الكاتيونات. يترسب الفلز إكس عند الأنود، لا هو مش هيترسب عند الأنود بل عند الكاثود، لأن الواي هو الأكبر في جهد الاختزال فيترسب عند الكاثود. سؤال رقم 22، وطبعا ده السؤال اللي فيه لغط كتير، والسؤال ده هو هنوضحه، وهنا تخلي بالك السؤال ده ممكن يتلغى لأن فيه احتمالين. أولا الإجابة الأكثر هتبقى H2، وليه؟ عند المقارنة بين العامل المختزل في كل من خلية الزئبق وخلية الوقود، العامل المختزل في خلية الزئبق هو الZn، وفي خلية الوقود هو الـ H2. أي مما يأتي يعتبر الأقل. طبعا حضرتك في خلية الزئبق ما عطاش قيم جهود الأكسدة وجهود الاختزال، هو قال الـ EMF على بعضها بتبقى 1.35. هقول له تمام، فأنا هنا هعتبر غصب عني إن الخرسين بيبقى 76%، وطبعا ديت مش نافع، ولكن ده اللي هيخلي بقى اللغط اللي حاصل يعني. هنا طبعا ده بيبقى جهد الأكسدة بتاعه 83%، فطبعا الأقوى كعامل مختزل الأكبر في جهد الأكسدة فهيبقى الهيدروجين، ولكن الناس طبعا بتختار الخرسين على حسب سلسلة الجهود الكهروكيميائي. احنا بنرد عليهم بقى ونقول لهم ايه، هنا الهيدروجين مش بصفر، فيبقى الاختيار الأرجح ألف. وطبعا الوزارة ممكن تفاجئنا وتلغي السؤال.
السؤال رقم 23 جايب لي هنا جهد القطب، لو بصيت عندك هيتحول من موجب 2 لصفر، يبقى ده ايه؟ اختزال. هاجي تحت كده واحط سالب 1.5 واقول ده ايه؟ اكسده. هنا اكسده سيبه زي ما هو، ده اكسده سيبه زي ما هو، هنا ده اختزال، اقوم كاتب كده الاكسده بتاعته بتساوي سالب 1.4. عشان يبقى شغالين كله اكسده كده والارقام قدامي زي الفل، يبقى الارقام اللي انا هشتغل عليها ديت مع الاتنين دول وابقى عارف ان دي جهد اكسده. طب قول لي اي الاختيارات التاليه صحيح. هو هنا جايب لي الاكس موجب 2 هيتحول لاكس، يبقى كده حصل له عمليه ايه؟ اختزال. حلو قوي. مع الواي، الواي اللي هيحصل له عمليه اكسده. طيب حضرتك لو بصيت على القيم هتلاقي ان الواي اكبر جهد اكسده زي الفل، والاكس هيبقى اقل جهد اكسده، فالواي هيتاكسد والاكس يختزل، تبقى الخليه بتاعتنا خليه جلبابيه. لحد هنا كده الاجابه صح، ولكن هل الاي ام اف بتساوي 75%؟ لو انت حسبت هتقول له جهد اكسده الانود اللي هو 75% زائد جهد اختزال الكاثود اللي هو سالب 1.5، فطبعا هتطلع معاك بالايه؟ بالسالب. فهنا كده الدنيا هتبقى، يبقى كده الدنيا بايظه، فيبقى الاختيار بتاعنا الاولاني الغلط. تيجي بعد كده تروح للتفاعل، طبعا بيكون التفاعل التالي اللي قدامي ده، جايب لي هنا الزد وجايب الدبل. لو انت بصيت على الزد، الزد هنا حصل له اكسده، فالمفروض ان الزد يبقى انود. اطلع بص فوق كده في الزد، هتلاقي الزد جهد اكسدته اكبر، فالمفروض هو انود، ما يبقاش خليه تحليلي. ليه؟ لان الدبليو المفروض يبقى كاثود، فتبقى الخليه بتاعتنا خليه جلفانيه، ده غلط. عشان كده لو رحنا لاختيار جيم وده الاختيار الصحيح، الزد اولا هتلاقي جهد الاكسده بتاعه اكبر فيبقى انود، والاكس خلي بالك احنا في اللي فوق دهيت في اول واحده، المفروض ان ده جهد الاكسده وده جهد الاختزال، فيبقى هنا كده 75% و1.5 يبقى 2.25. طبعا ديت غلط. عشان كده لو رجعنا بقى الجيم اللي احنا اخترناها، هنقول له التفاعل ده الانود بتاعنا زد يمشي زد انود والاكس كاثود، لان ده اكبر في جهد الاكسده انود، ده اكبر في جهد الاختزال كاثود. اجمعهم بقى الاثنين، اجمع جهد الاكسده ده مع جهد الاختزال ده، هيبقى عندي هنا كده 2.32 مع 1.5، هيبقى عندي كده 3.82، فيبقى ده الاختيار الصحيح. نروح بعد كده للسؤال رقم 24، الجدول التالي بيعبر عن جهود اكسده العناصر اكس واي زد، جايب لي هنا جهود اكسده كلها اكسده اهو، بقول لي عند تغطيه العنصرين اكس واي بزد، يبقى انا عندي الاكس هجيب له زد، والعنصر واي برضه هجيب له زد، يبقى انت كده غطيت العنصرين وعنصر واحد اللي هو زد. هو الاكس كان كام؟ 3/10، والزد اللي عليه كام؟ 2/3، يبقى حضرتك دلوقتي الزد 7/10. معلش تعالى هنا كده نشوف 7/10 و3/10، يبقى ده انود وده كاثود، يبقى ديت اسمها حمايه انوديه، يبقى انا عملت حمايه انوديه للاكس. تعالى بقى الواي، الان بتاعت او جهد الأكسدة بتاعه 2.3، والزد بكام؟ 7/10، يبقى ديت اسمها حماية إيه؟ كاثودية، يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى الاختيار ب. سؤال رقم 25، C3H8O2، طبعا ديت اتكررت دي تالت مرة تيجي، C3H8O2 اللي هو بيتكلم على الصيغ العامة أو الصيغ الجزيئية، وأنت بعد كده تحولها إلى صيغة بناء. C3H8O2 ده هو هيبقى عبارة عن ثلاث أشكال. إيه الثلاث أشكال بتوعنا دول؟ طبعا ده 3 و8 يبقى ده ألكان و O2، فده هو هيبقى كحول ثنائي الهيدروكسيد. أي الاختيارات التالية يعبر عن هذه المركبة؟ فبقول لي هنا هيبقى كحول ايزوبروبيل، اقول له لا مش هينفع كحول ايزوبروبيل، لان الكحول الايزوبروبيل احاد الهيدروكسيد.
الصيغة العامة بتاعته بتبقى CnH2n زائد 2O وهنا O2. ده بيقول لي 1 و2 ثنائي هيدروكسي بروبان. أيوه، الاتنين كربوكسيل، ممكن الاتنين هيدروكسيل، ممكن يبقى ذرتين كربون 1 و2. طيب، وممكن يبقى ذرتين كربون 1 و3 هما اللي عليهم لا هيدروكسيل، يبقى 1 و2 و1 و3، يبقى ديت الايزومرات بتاعتنا اللي احنا عاوزينها. وطبعا هنا بقول لي ايه الاختيارات التاليه وعبر عن هذه المركبات. طبعا ديت غلط، لان يعني ديت مش احماض ولا استر. امتى كانت تبقى حمض واستر؟ لو هي C3H6O2 يبقى ده هي كنا نختارها. لو هي كانت C3H6O2 كنا نختارها، لو هي كده هيبقى حمض واستر، يبقى الاختيار بتاعنا الاختيار. السؤال رقم 26 بيقول لي عند اضافة 300 مللي من المية الى 200 مللي من محلول ال NaOH فان قيمة ال pH بتاعته كانت 12، اي مما يلي صحيح؟ احنا في الاول يا حبايب هنقول له ادى ال NaOH اللي هو كان الحجم بتاعه 200 مللي، عاوز اجيب له التركيز بتاعه، هنقول له ال pH كانت ب 12، يبقى ال BOH هتكمل ال 14 تبقى 2، وبالتالي تركيز الهيدروكسيد هيساوي في الحالة دي كده كام؟ 10 أس سالب 2، والتركيز بتاع القاعدة بيساوي تركيز الهيدروكسيد، فيبقى 10 أس سالب 2. هنشتغل احنا على القانون بتاعنا M1 في 1 بيساوي M2 في 2، حجم في تركيز قبل التخفيف بيساوي حجم في تركيز بعد التخفيف. حضرتك لو لاحظت معايا التركيز الأولاني اللي احنا جبناه 10 أس سالب 2، الحجم الأولاني 200، طبعا 200 في 10 أس سالب 3 والناحية التانية هتبقى 10 أس سالب 3 هيروحوا مع بعض فما تحولش. الـ M2 اللي هو التركيز التاني اللي أنا معرفوش اللي أنا عاوزه في الـ V2، الـ V2 اللي هو الـ V الجديد اللي هيبقى الـ 200 و 300 هيبقى هنا كده كام؟ 500. وبالتالي الـ X هتساوي 500 على 200 في 10 أس سالب 2. وبالتالي لما اجيب له الاكس يبقى ده تركيز الهيدروكسيد الجديد، لما اقوم واخد بقى سالب لوج انصر يبقى انا كده جبت له البي اتش، هروح بعد كده عامل ايه بقى؟ اي ناقص 14 او 14 ناقص البي اتش، فتطلع معايا 11 و16. يبقى حضرتك وصلت لهنا، ده اسمه تركيز الهيدروكسيد. تاخد سالب لوغاريتم ليه هيبقى جبت له ال BOH، ال BOH ده هيبقى ال BOH هنطرحه من 14 عشان نجيب له ال BH. نقول بعد كده ايه السؤال رقم 27، بيقول لي 3 هيدروكربونات مفتوحة السلسلة A و B و C، دول 3 هيدروكربونات، لما يحترق 1 مول من كل منها في وجود الأكسجين، بيقول لي ايه يعطى عدد من مولات البخار الماء اقل من CO2؟ يبقى ده القي لان هيدروجين قليل، والتاني بيعطى عدد مساوي يبقى ده الكين لان الصيغه بتاعته بتبقى CnH2n، التالت هيبقى اكبر يبقى ده الكان. اي الاختيارات التاليه صحيحه؟ انا قلت القين الكين الكان، يبقى بروباين. طبعا هنا جايب لي هو السي بروبان حلقي، لا هو الكان عادي. جايب لي البي سين، هقول له ماشي تمشي الكين. السي يتفاعل بالاضافه، السي الكان ما بيتفاعلش بالاضافه. لو انت بقى جيت تبص على الاختيار جيم اللي احنا اخترناه بيقول لك هنا الاي بروباين عشان القين، هقول له تمام. البي يعطي بالاكسده كحول ثنائي الهيدروكسيد، هقول له الكين، زي مثلا الاي سي لما بتحول الى الايثيلين جليكول، فيبقى ده الصحيح. سؤال رقم 28 بيقول لك هنا المركب اللي قدامي اسمه بالايوباك، فطبعا احنا لازم نفرد السيل اهي متصله ب 2CH3 اهو، وكمان متصله بمجموعه فينايل اللي هي C6H5، وبعد كده متصله بال CH2، وال CH الاخيره متصله ب CH3
و سي اتش 3. دايما كنا بنقول لما بنيجي نسمي تسمية الأيوباك بنبدأ من عند ذرة الكربون الأكثر تفرع أو ناحية ذرة الكربون الأكثر تفرع، فأقول ده 1 2 3 4 5 5، يبقى أنت عندك بنتان فهتستبعد ب وتستبعد د، وبالتالي هتشتغل على البنتان ده والبنتان ده. الفينايل هنا على الذرة رقم 2، فيبقى 2 فينايل بنتان، يبقى الاختيار طبعا 2 و4 ثنائي ميثاق. بيقول لي هنا قيمة البي اتش المحلول أكبر من 7، يبقى المحلول بتاعنا قاعدي، يبقى أنت عاوز شق قاعدي جاي من قاعدة قوية وحمض ضعيف. شوف الاختياري، الحمض هنا حمض ضعيف ولكن القاعدة ضعيفة فمش نافع، هنا الحمض قوي احنا قلنا عاوزين الحمض ضعيف يبقى مش نافع، في جيم جابلي حمض قوي يبقى مش نافع، يبقى الاختيار بتاعنا دال لأن الحمض ضعيف لو حمض الكربونات والقاعدة قوية اللي هي تبقى هيدروكسيد الكالسيوم، يبقى الاختيار ده. سؤال رقم 30 بيقول لي العلاقة التالية تستخدم لحساب قيمة الكي بي لتفاعل ماء، أي المعادلات التالية؟ طبعا هنا يا جماعة الخير في خطأ كتابي كده، ديت بي فالمفروض كان هنا عامل إيه؟ بي، ولكن هو مش هيأثر على التفاعل. طيب هنا حضرتك ما كتبناش النواتج، إذا النواتج مش هتتكتب، الناتج مش هيتكتب، يعني المفروض ديت كان عاملها سيبك خلاص كده، الناتج مش هيتكتب، فحضرتك تخلي بالك من دي. لو انت جيت هنا الناتج غاز فالمفروض يتكتب خلاص كده، يبقى ديت مش نافعة. هنا جايب لي ناتج سائل، جايبنا هو في بي ناتج ايه؟ سائل. طالما ناتج سائل يبقى ده ضغط خلاص كده، يبقى هي الفكرة كلها كده، يبقى هنا كده ديت مش هتتكتب فهكتب 1. تعالى بقى هنا كده الإكس هتترفع لأس كام؟ 2، والواي مش هتترفع لأس حاجة، يبقى أنا هعدل بس كده. ديت خطأ برضو على فكرة في الامتحان وممكن السؤال ده يتحل. حضرتك بقى لو جيت ديت أقويس مش هتتكتب، بس هنا الترتيب بتاعنا ده صلب برضو مش هيتكتب، ده صلب مش هيتكتب، يبقى احنا مستبعدين الكلام ده. وطبعا الاولاني ممكن تستبعد عشان دي كمان. نروح بعد كده السؤال 31. سؤال 31 من الاسئله الجميله، الطلبه اللي بتفكر هتاخد وقت فيه شويه. هنا لو لاحظت معايا بيقول لي ادرس الخليه التاليه وشوف، جايب لي خليه، جايب لي صاف من النحاس، يبقى ده نحاس، وجايب فيها شوائب من الخرسين زي ما انت عارف الخرسين بيبقى فوق، وبعد كده جايب ذهب وفضه، يبقى ده الفضه والذهب اهون، وده الترتيب بتاع سلسله البنود الكهربائيه. زي ما انت عارف لما كنا بننط النحاس دول ان كانوا بينزلوا تحت لان جهود الاكسده بتاعتهم ضعيفه جدا، فكانوا بيترسبوا هنا كده. الخرسين بيروح نازل هنا وحصل له عمليه اكسده، وبالتالي هيطرد شويه ايونات نحاس هيجوا هنا عشان يترسبوا. النحاس هياخد بعض ويروح متأكسد، يحصل له عملية أكسدة هنا ويجي يختزل هنا، وبالتالي هنا النحاس هيترص عشان جهد الاختزال بتاعه أكبر من جهد اختزال الخرسين، والتركيز بتاع أيونات النحاس هيقل بسبب ضغط الخرسين عليها أو استبداله بالخرسين لأنه هيرتبط بالكبريتات ساعتها. فهنا بيقول لي تزداد كتلة الكاثود ويقل تركيز أيونات النحاس، أقول له فعلا، وده هو يبقى بسبب مين؟ بسبب ذوبان أيونات الزد إن موجب 2 في المحلول. سؤال رقم 32 بيقول أي الاختيارات التالية صحيح أثناء شحن المرقم؟ خلي بالك أنت لما بتيجي تشحن مرقم الرصاص بيقول لي يقل تركيز الإلكتروليت، لا بيزيد، يزيد تركيز الإلكتروليت أيوه، ويتكون أكسيد الرصاص بي بي O2 عند الكاثود، لا هو عند الانود، عند انود التحليليه اللي هو هيبقى كاثود جلفانيه بعد كده، يزداد تركيز الالكتروليت، هقول له ايوه ده صح، ويتكون الرصاص عند الكاثود، هقول له ده صح، اللي هو كاثود تحليليه اللي يتحول لانود جلفانيه اثناء التفريق. وده برضه من الاسئله الجميل اللي ممكن تستعين بورق المكان. كده احنا وصلنا للسؤال رقم 32.
سؤال رقم 33، وده بقى من أول الأسئلة اللي هي بتبقى بدرجتين. ملح متحدد، نسبة المية فيه، أدى نسبة المية 36 و 72، والمول منه مرتبط بخمس مولات مية، يبقى ده نسبة المية تبقى 5 في 18. يبقى خلي بالك نسبة المية اللي هم الخمسة مول اللي هو 5 في 18 بيمثلوا النسبة دي. طيب بيقول لي هنا فإن الوزن الجزيئي للملح غير المتهدر، يبقى كتلة الملح غير المتهدر إكس. طب نسبته هي المتبقي من 100%، المتبقي من 100% يبقى هنا كده 63، وبقيت ده هو كده هيبقى فيه هنا رقم، تضرب طرفين في وسطين فالكتلة يبقى هنا. ده برضو من الأسئلة الجميلة السهلة البسيطة، بيعطيني نسبة المية وكتلتها، كتلتها اللي هي 5 مول في 18، دول بيمثلوا 36، بقيت 100% بيبقى الملح الغير متهدر ده 63 وكسر، هيبقى الإكس بقى اللي هي كتلته، تضرب طرفين في وسطين فتطلع معايا. سؤال رقم 34، بيقول لي محلولين A و B، قيمة البي اتش للأولاني، يبقى ده قاعدة، قاعدة ضعيفة، والتاني قاعدة قوية. بقول لي أي العبارات الآتية صحيحة عند تخفيف كل منهم؟ أنا لو خففت الأولاني عشان هو قاعدة ضعيفة درجة التأيون بتاعته بتزيد طبقا لقانون ستيفلت. طيب لما تزداد درجة التأيون وأنا عملت تخفيف، تركيز الـ OH بيقل، فالـ BOH يزيد، فالـ BH يقل، يبقى بقيت الجملة صح، فاختار الباقي غلط. ليه؟ تقل درجة تأين المحلول A غلط لأنها عكس الأولانية، تقل درجة تأين المحلول B، طبعا درجة التأين ما بتزدادش ما بتتأثرش بالتخفيف في المحاليل الايه المركزة، فبالتالي هتستبعد الاثنين. السؤال رقم 35 بيقول الصيغة الجزيئية للأحماض الكربوكسيلية، ده هو حمض كربوكسيلي أروماتي، ده حمض كربوكسيلي أروماتي اللي هو يبقى حمض السلسلة، وده هو حمض أليفاتي وحمض اللاكتيك، وده هو حمض C8H6O4، ده حمض ثنائي الكربوكسيل اللي هو يبقى حمض الفسالك أو التير فسالك. فبقول إيه الاختيارات التالية صحيح؟ إكس حمض أروماتي، سلسلك أروماتي، ويتفاعل مول منه مع 2 مول من الكيو اتش، أيوة عشان عندك بيبقى فيه مجموعة كربوكسيل بتتفاعل مع مول ومجموعة هيدروكسيل بتتفاعل مع مول. واي أليفاتي، أقول له لاكتيك أليفاتي، وبتفاعل مع ال HCl، ايوه بتفاعل مع ال HCl بال OH. والزد اروماتي، ايوه، ولا يتفاعل مع ال HCl، ايوه مش هيتفاعل مع ال HCl، فيبقى الاختيار بتاعنا الاختيار الاول. السؤال رقم 36 بيقول لي هنا ماده هنأكسدها بال H2O2، يبقى ده عباره عن كده الكين. طيب المفروض ان الالكين ده لما بيتأكسد هيعطي لنا كحول ثنائي الهيدروكسيد، المفروض لما اضيف له وفره من ال HCl هيتفاعل معاها ويتحول الى هاليد القلي، بس هيبقى ثنائي هالو الكان بقى عشان احنا عندنا 2 هيدروكسيد. اذا علمت ان اكس وواي واي هي مركبات عضويه، اي الاختيارات التاليه بيعبر عن اي واكس، اي واكس، هقول له والله اكس لو اسين، المفروض لو انا عندي ده اسين هيبقى هنا كده سي اتش 2 رابطة ثنائية CH2، المفروض لما أعمل له أكسدة هيعطي لنا CH2OH، بعد كده CH2OH، بعد كده لما أضيف له HCl هيعطي لنا CH2Cl CH2Cl، المفروض يعطي لنا 1 و2 ثنائي كلورو إيثان، هو بيقول له كلورو إيثان بس فيبقى ده غلط. طيب الـ E لو إيثين المفروض يطلع عندي 1 و2 مش 1 و1، يبقى ده غلط. طيب الاكس بالبروبين
فالمفروض يطلع برضو واحد واثنين، عشان احنا بنضيف على ذرتين او بنعمل استبدال للاثنين هيدروكسيد، يبقى الاختيار بتاعنا الاختيار د. السؤال رقم 37، ايه الخطوات التالية تعتبر صحيحة للحصول على هيدروكسيد حديد 3 من اكسيد حديد 2؟ يعني انت عاوز تحول ال FeO الى FeOH باي 3. تعالى كده نختبر صحة الإجابات بتاعتنا. لو أنت سخنت في الهواء يعني عملت عملية أكسدة، فالمفروض هنا يعطلنا Fe2O3، فتختزل عن درجة حرارة أعلى من 700 فيعطلك Fe، فالمفروض لما تفاعل مع حمض كبريتيك مركز يعطلك FeSO4 زائد Fe2SO4 باي 3 إضافة هيدروكسيد الأمونيوم، هيعطي خليط من الاتنين. يعني هنا كده هيعطلنا خليط من هيدروكسيد حديد 2 وهيدروكسيد حديد 3. طيب تعالى بقى نشوف التاني، إضافة حمض الهيدروكلوريك لل FeO، المفروض إن هو هيعطلنا FeCl2، أضيف له هيدروكسيد أمونيوم فيعطلنا FeOH باي 2. هنسخن بمعزل عن الهواء فمش هيحصل أكسدة، لو في الهواء كان وصلنا لل FeOH باي 3 يبقى ده مش نافع. التسخين في الهواء يبقى أنا عندي FeO هيتحول إلى Fe2O3، اختزل عن درجة حرارة 400، من 400 ل 700 يرجع تاني FeO، أفعل مع حمض الكبريتيك المخفف هيعطلنا FeSO4، إضافة هيدروكسيد الأمونيوم هيعطلنا FeOH باي 2، كله غلط فنختار له الاختيار الأخير ونختبر صحته. التسخين الشديد في الهواء فهيتحول من FeO إلى Fe2O3، إضافة حمض كبريتيك مركز هيعطلنا FeSO4، بس هنا يبقى Fe2SO4 باي 3، وإضافة محلول هيدروكسيد أمونيوم هيعطلنا FeOH باي 3، يبقى الاختيار ده هو الاختيار الصحيح. طبعا أ قلنا غلط، لأن أ المفروض إن هو بيعطي خلط. السؤال رقم 38 بيقول لي هنا، أضيف كمية من الماء إلى 100 مل من حمض الكبريتيك تركيزه 4/10 مولر لتخفيفه. طيب يبقى أنا كده خففت، فالمفروض إن التركيز هيقل عن 4/10. فبيقول لك تعادل 8 مل من الحمض المخفف، يبقى الحمض المخفف تعادل منه 8 مل، يبقى ده VA، والتركيز بتاعه اللي هو MA معرفوش، مع 20 مللي مدون اسمه بي بي من هيدروكسيد البوتاسيوم، مدون هيبقى ام. فالمفروض هنا بيقول لي فان حجم الماء اللازم اضافته لتخفيف الحمض، ان حجم الماء اللازم اضافته لتخفيف الحمض اهو. تعالى بقى حضرتك نبدا نشوف هنعمل ايه. هعمل معايير الاول ام اي في اي على ان اي يساوي ام بي في بي على ان بي. طبعا انت لما بتيجي تكتب المعادلة بتكتب H2SO4 زائد 2KOH، كمل المعادلة بقى، هتيجي هنا كده تحت مكان ال N A تحط 2 وتكتب ال M A اللي انت مش عارفها في ال V A اللي انت عارفها اللي هي كام؟ 8. الناحية التانية طبعا هنا دي بواحد، معلش دي بواحد. الناحية التانية هتكتب ال M B 2/10 اهي، في ال VB ال VB ب 20 على 2، كده هجيب له ال MA واشتغل على قانون التخفيف اللي هو M1 ب 1 يساوي M2 ب 2، وبالتالي هعرف اجيب له حجم المضاف من B2 ناقص B1، يبقى ال V المضاف يساوي ال B2 ناقص ال B1 وتطلع معايا 60 مللي في الآخر. السؤال رقم 39، أي الخطوات التالية صحيحة للحصول على مركب مستخدم كموسع للشرايين اللي هو ثلاثي نترات الجليسرين أو ثلاثي نيترو جليسرين من 3-كلوروبوروبين؟ أول حاجة هتعمل عملية هلجنة بالإضافة. هلجنة بالإيه؟ بالإضافة. ليه هلجنة بالإضافة؟ عشان يبقى عندي كده
ثلاث ذرات كربون عليهم ثلاث ذرات كلور، لأن كان في واحدة في الأول، أنا هكسر الرابطة اللي هنا وأضيف كلور وكلور، وبعد كده أعمل تحلل مائي عشان أستبدل الثلاثة كلور دول بثلاثة هيدروكسيد، وبعد كده هعمل عملية نيترة ثلاثية فهحصل على ثلاثي نيتروجليسي. السؤال الجميل واللذيذ جدا في الامتحان ده يعتبر من أهم الأسئلة اللي هتميز ما بين الطلاب. محلول حجمه 5 لتر من كبريتيد الخرسين زد ان اس شحنة الذوبان في الماء وحصل الإذابة عند درجة 60 بيساوي الرقم ده. أخد الجذر التربيعي لواحد 10 أس سالب 15، هجيب له درجة الذوبان بوحدة المول لكل لتر. طب أنا عندي لتر ولا 5؟ 5، يبقى أضرب في 5. طيب هنا بيتكلم على كتل، يبقى أحول المولات لكتل، يبقى أضرب في الكتلة المولية يبقى في 97. يبقى حضرتك الجذر عشان تجيب له الإكس تضرب في 5 في 97. طيب بقول لك إيه بقى يا بطل؟ وعند تبريده، طبعا احنا لما هنبرد ايه اللي هيحصل؟ درجة الذوبانية او حصل الاذابة بيقل، هيبدأ يحصل ترسيب، فنبدأ نعمل ايه؟ نجيب له حاصل الاذابة ده هو وناخد الجذر التربيعي عشان اجيب له الاكس الجديدة، يبقى 1 × 10 أس سالب 21، ونضرب في 5 ونضرب في 97، الناتج اللي هيطلع هيبقى ده، ودي الخطوة. هي مسألة على خط واحد، يبقى أنت بتجيب له حاصل، بتجيب له درجة الذوبانية اللي هي الإكس بوحدة الجرام أو المول لكل لتر في الأول، بعد كده هتضرب في 5 وتحت في 5 عشان تحولها للحجم الكلي، بعد كده تضرب في الكتلة المولية عشان تحولها من مول على اللتر إلى جرام على اللتر، وتطرح الاثنين من بعض فتطلع لك الكتلة المتوسطة. سؤال رقم 41 بيقول لي عند امرار تيار كهربي في محلول XCl4 تصاعد عندي 33.6 لتر من غاز الكلور. أنا عندي معلومة بتقول إن الواحد فارادي بيصاعد نص مول من الكلور، معروفة كده. طيب أنا هنا هتكون عندي 33.6 نقسم على 22.4 يطلع 1.5، يبقى اكس فاراداي اللي هيجيب لي 1.5، اضرب طرفين في وسطين فيطلع كمية الكهربية اللي عندي هتساوي هنا كده 1 × 1.5، ده 1.5 اهون على النص، تطلع كده معايا كام فاراداي؟ 3 فاراداي. تمام. بعد كده بقى بيقول لي في ان عدد مولات العنصر اكس، هو العنصر اكس هنا تكافؤ ايه؟ رباع. فالمفروض ان الواحد مول بيترسب بواسطه 4 فاراداي. طب انا عندي كام فاراداي؟ 3 فاراداي، رسبوا لي اكس، اضرب طرفين في وسطين هتلاقي الاكس بتساوي 1 × 3 على 4 يطلع كام؟ 75 من 100. السؤال رقم 42 بيقول لك 4 عناصر X Y Z W جهود أقطابها موضحة بالرسم. يبقى هنا 4 عناصر، أدا الـ X أهو جهد القطب بتاعه، وأدا الـ Z أهو جهد القطب بتاعه، وهنا كده الـ W أهو، وده كده مين؟ الـ Y. حلو. فبيقول لك هنا بقى إيه؟ أي الاختيارات التالية صحيح؟ الخلية المكونة من القطبين Z و W، أدا الـ Z وأدا الـ W، تعتبر إلكتروليتية والعنصر W هو الكاثود. هي لو إلكتروليتية، طبعا هي لو خلية جلفانية في الأول يبقى الـ Z أنود والـ W كاثود. طب هو بيقول لي إلكتروليتية، يبقى أنت تعكس الأقطاب، فيبقى المفروض الـ W أنود، يبقى الأولانية دي. اللي بعدها بقى الخلية المكونة من زد وواي، ده زد وده واي، زد فوق انود والواي تحت كاثود لو هي جلفانية، فبقول هتبقى خلية جلفانية وتعطي 6/10 اي ام اف. الاي ام اف بتساوي ايه؟ فرق
جهدي الأكسدة، جهد الأكسدة هنا 1.6، وديت سالب 1، يبقى 1.6 سالب سالب 1 يبقى 2.6، يبقى ديت. اللي بعده بيقول لي الخلية المكونة من القطبين واي ودبليو، واي ودبليو طبعا الدبليو فوق فيبقى هو الأنود والواي تحت يبقى كاثود الخليج البنائي. قال له تعتبر خلية إلكتروليتية والواي هو الكاثود. لا، المفروض طالما قلبها إلكتروليتية يبقى الواي هو الأنود، فتبقى دي غلط زيها زي قلب. يبقى الاختيار بتاعك هو الاختيار الأخير، الخلية المكونة من القطبين إكس إكس ده أهو و دبليو اللي تحت ده أهو، هتبقى بقول لي الخلية المكونة من القطبين إكس و دبليو هتبقى خلية جلبانية، وطبعا الإكس هيبقى أنود والدبليو هيبقى كاثود، وهتعطي إي إم إف 2.6 زي ما إحنا حاسبينها، اللي هي 1.6 ناقص ناقص 1، فبالتالي هتبقى عندي 2.6، والعنصر إكس هو الأنود. نروح بعد كده، أو هنا الإكس إحنا بنحسب الإي إم إف، بس معلش عشان الأرقام تبقى مظبوطة، أدا جهد أكسدة الأنود 2، وجهد اختزال الكاثود اللي هو الدبليو هيبقى 6، يبقى ناقص ناقص 6 هو، فبالتالي هتطلع 2.6. نروح للسؤال 43، بيقول لي هنا كده سي ان اتش تو ان زائد 2 او حصل له اكسده تامه، سي ان اتش تو ان زائد 2 ده كحول احادي حصل له اكسده تامه فيعطي حمض. وبعد كده بيقول لي سي ان اتش 2 ان او 2 ده هيبقى حمض هيحصل له اختزال ويعطي كحول. بيقول لي اذا علمت ان ال ان بتساوي 2 في المركب ايه؟ يبقى ال ان هنا بتساوي 2، فالمفروض ان صيغة المركب ده هتبقى سي 2 اتش 4 اتش 6 او اللي هو سي 2 اتش 5 او اتش، وبالتالي المركب ده هو هيبقى CH3COOH اللي هو حمض الإيثانويك. هنا طبعا بيقول لي 3 هتبقى C3H6O2 اللي احنا بنكتبها صيغة بنائية CH3CH2COOH، لما يحصل له اختزال هيعطي لنا CH3CH2 بعد كده CH2OH اللي هو كحول البروبيل. فبيقول لي هنا كده أي من الاختيارات الخلية صحيح. عند اتحاد المركب C اللي هو كحول مع المركب D اللي هو حمض يتكون المفروض إستر، والإستر بيبقى إيزومر لمين؟ للحمض مش كيتو. يبقى الأول عندي غلط، درجة غليان ال C أكبر من درجة غليان ال D، الدي هو اللحام فبيعمل عدد روابط هيدروجينيه اكبر فيبقى درجه غليانه اكبر. بيقول عند اتحاد المركب سي ودي هيكون لي استر، المفروض يعني يعتبر ايزومر طبعا لحمض البنتان ويك. اقول له ايوه، لان هيكون في 5 ذرات كربون فهيبقى اسمه استر اسيتات البروبايل، وهيبقى ايزومر لحمض البنتان ويك طبعا دال هتبقى واحد. سؤال 44 بيقول لي هنا استر هنفعله مع ال NaOH، استر هنفعله مع ال NaOH هيعطي لنا اكس، اعمل له تقطير جاف يبقى ده ملح عضوي، يبقى ده ملح عضوي زائد واي، طبعا هنا انت فعلت مع ال NaOH هيعطي لنا كحول، انزع ماء فالمفروض يعطي لنا هنا كده ايه؟ الكين. الكين لما بعمل له هدرجه بيعطي ايه؟ الكان. الملح العضوي لما بعمل له بيعطي الكان. فالراجل بيقول لي هنا اي الاختيارات التاليه صحيح، واي ينفع ايثانول، و واي دبليو ينفع بروبان. طبعا هنا يا جماعه الخير هتلاحظ معايا ان انا لما عملت تقطير جاف عطلنا الكان، ولما عملت هنا هدرجه للالكين ده عطلنا الكان، فالمفروض ان الملح العضوي ده يبقى عدد ذرات كربونه اكبر بمقدار 1 من الكحول الموجود عشان يعطوا في الاخر هنا نفس الالكان. فهنا بيقول لي الواي يعتبر دبليو ده يعتبر
الكان اسمه جروبان، هقول له ازاي؟ المفروض ان انت هنا عندك ذرتين كربون في الكحول ده، فيبقى هنا ذرتين كربون في الالكين ده، فيبقى المفروض عندك هنا في الالكان ده هو ذرتين كربون، ده وانت بادئ بيثانول، فيبقى مش متساويين، يبقى غلط. طيب بيقول لي اكس سنوات الصوديوم، طبعا هنا لو فيها ذرتين كربون فيعطي لنا هنا المفروض ايثان ميثان، فالمفروض يبقى هنا كده سي اتش 4، والزد ايثين، هقول له لا المفروض يبقوا متساويين في عدد ذرات الكربون، الزد والدبليو لازم يبقوا متساويين في عدد ذرات الكربون. الواي بروبانول الكحول ماشي في 3 ذرات كربون، فالمفروض ان الالكين ده يبقى في 3 ذرات كربون، فالمفروض ان الدبليو يبقى في 3 ذرات كربون، غلط. شوف ده بقى الاختيار الصحيح، اكس بروبانوات الصوديوم، ملح عضو في 3 ذرات كربون، فالمفروض هيعطي لنا الكان فيه ذرتين، فالمفروض هنا ده هيبقى ذرتين كربون، يبقى ده هو C2H4، C2H6، وده هو C2H4، وده هو هيبقى C2H5OH، تمام كده، واللي فوق ده هو هيبقى C3 أو C2H5COONA. وكده لو سألني كمان عن اسم الإستر هعرف أقوله، اللي هو هيكون إستر بروبانوات الإيثان. نروح بعد كده للسؤالين المقالي، وطبعا السؤال المقالي الأولاني كان تحفة يعني. بيقول لي إيه المركبات التالية السابقة يعبر عن مادة ضاية مغناطيسية ومحلولها غير ملون؟ هيبقى الـ VCl5 عشان الـ V هنا الفانيديوم هيبقى خماسي، فالـ D بتاعته هتبقى فاضية، فيبقى ضاية وغير ملون. مادة محلولها ملون وأقل عزم، أقل عزم بيبقى النحاس عشان الـ D بتاعه بيكون فيه 9، لأن النحاس هنا نحاس ثنائي. طيب بيقول لي مادة محلولها ملون ولها أعلى عزم، هيبقى الحديد الثلاثي عشان الدي بتاعته بيكون فيها كام؟ 5. مادة بارة مغناطيسية ومحلولها أخضر، هيبقى الكروم، لأن الكروم هنا كروم إيه؟ ثلاثي. طبعا المفاجأة في السؤال إن هم مترتبين يعني زي ما أنت شايف، 1 2 3 4. السؤال اللي بعده 46، بيقول لي من المخطط اللي قدامي ده، طبعا هنا ده بروبين ده بروبين، هنعمل هيدرة حفزية فيعطي لنا 2 بروبانول، اكس بيعطي اسيتون او بروبانون اللي هو تبقى صيغته سي اتش 3 سي او سي اتش 3. بعد كده هعمل له عملية اختزال عشان ارجع للوضع الاولاني. فهو طبعا من ضمن الحاجات اللي بيسألها بيقول لي ما اسم الايوبات للهيدروكربونات؟ هنقول له ده هو بروبين ده هو بروباين. العمليتين 1 و2، عملية 1 هيدرة والعملية 2 اختزال. يبقى دي الهيدرة، ولو كتبها امامها مفيش مشكلة، والتانية اختزال. توفيق يا شباب، ربنا يكرمكم في المادتين الجايين أحياء وزولوجيا، وتوصلوا لأعلى المراتب، ربنا يكرمكم بالتوفيق، والسلام عليكم.